استكمالا من شابتر 4 الاكزامبل هذا 4.2. خلينا نشوف. طبعا ما زلنا في النود اناليسيس. لو نجي نرقب النودز شوفوا تحت رقمها, شوفوا تحت الله يسعدكم رقمها, هذه V1 هذه V2 هذه V3, هنا الريفرنس تمام. اذا بس مجرد اعدنا رسمها بهذا الشكل. الان بنطبق كيرشوف كارنت لو على النود الاول. النود الاول كم في من برانش نعدها يا شباب؟ 1 2 3 4, يعني مفروض اشوف كم طرف في المعادله, مفروض اشوف 4 اطراف. طبعا بدا بالكرنت هنا جاي داخل على النقطه بس قيمته -8 هنا داخل على النقطه ايضا قيمته -3, فاقول التيارات الداخله -8 -3 كالتيارات الداخله تساوي التيارات الخارجيه, وممكن اخليها كلها في طرف واحد زي ما تعودنا, وممكن اقلب النيجاتيف اخليه بوزيتيف وافترضه خارج, كل هذه محتمله. طيب التيارات الخارجيه وش تساوي؟ تساوي V1 ناقص V2 على 3 اوم اللي هو هذا, هذا التيار الاول. التيار الاخر V1 ناقص هنا V3 على كم؟ على 4 اوم. V1 ناقص اذا كم طرف؟ هذه 4, الطرف الاول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع, 4 اطراف. ارتبها واخلي المعادله او المجاهيل في طرف والاعداد في طرف, بيطلع فاكتور مضروب في V1 ناقص فاكتور مضروب في V2 ناقص فاكتور مضروب في V3 يساوي ثابت. ارتبها بهذا الشكل. هذه هي المعادله الاولى. على اي نود طبقتها يا شباب؟ على النود الاول. الان اطبق على النود الثاني, نشوف. طبق على النود الثاني, نبي نحصل على المعادلة الثانية هذه بعد ما رتبناها بنفس الطريقة, واضح؟ نطبق على النود الثالث نبي نحصل على المعادلة الثالثة. لو تلاحظون أنا أرتب المعادلات بيصير معامل مضروب V1 زائد معامل مضروب V2 زائد معامل مضروب V3 يساوي ثابت. دائما أرتبها بهذا الشكل. ليه؟ عشان لما أجي أحلها تكون عندي مرتبة, ممكن بالآلة أحل 3 معادلات 3 مجاهيل وأقدر أطلع V1 و V2 و V3, واضحة؟ رتبها بهذا الشكل الله يسعدك, وإذا ما عرفت ارجع لي في الساعات المكتبية تمام؟ طبعا بعض الناس يشوف العام المشترك بين 4 و7 و5 ويضرب كل المعادلة بحيث أنه يخليها أرقام صحيحة. ممكن أنت تقسم وتطلع الكسور هذه وتجمع المتغيرات. لا تنسى هنا في V3, هنا في V3 طبعا V3 على 5 زائد V3 على 7 زائد V3 على 4, وعندك ال V1 على 4 اللي هي ربع بالماينس, و V2 على 7 طلعت هذه V2 على 7 بالماينس, وجمع ال V3 هذا هو. طيب بعد ذلك يا شباب وش نسوي؟ بعد ذلك نجي اما نحلها بالمحددات بالمصفوفه زي ما تعلمنا بالرياضيات, او بالاله الحاسبه نرتب المعادلات, او بالماثلاب. خليني اوريكم هنا لما تجي ترتب المعاملات دائما V1 وش يساوي؟ لو تشوف اللي تحت هذه المحدد حق نسميه مصفوفه المعاملات, لو تلاحظون اخر وحده تمثل المعادله الثالثه, ثاني وحده يمثل المعادله الثانيه, الأولى تمثل المعادلة الأولى. هذا المحدد هذا ثابت في كل المقام لكل V1 و V2 و V3. طيب طبعا المحدد درس في الرياضة كيف تجيبه, لكن خليني أوريكم المعاملات. لو تلاحظون شوف المعادلة ذي بعد ما رتبناها, المعادلة الأخيرة كم معامل V1 ناقص ربع, شايفينه هنا؟ شوفوا ناقص ربع, شايفينه؟ المعامل حق V2 ناقص 0.1429 ناقص 0.1429. المعامل الثالث V3 زائد 0.5929, هذا معامل الثالث, يساوي الثابت 25. وين ألقى الثابت؟ طبعا أبى أقول لكم وين تلقاه. أنت الآن هذا المحدد, هذا يسمى مصفوفة المعاملات. المحدد لو تلاحظون بالنسبة لـ V1 نفس مصفوفة المعاملات للعمود الثاني والعمود الثالث نفس اللي تحت, لكن غير العمود الأول لأنه بحث عن V1 وحط بدال مصفوفة النواتج الـ 25 شفها هنا اللي هي بالطرف الثاني. لو جبت المحدد هنا بالرياضيات او بالاله راح يجيب لك V1 بهذه القيمه. نفس الطريقه المقام, نفس المقام هنا ونفس المحدد, نفس المحدد المقام, لكن البسط وش بنغير؟ بنرجع العمود الاول ونغير النواتج نحطها في العمود الثاني, نتكلم عن V2, طلع V2 يساوي هذا الرقم.
نفس الطريقة الـ V3 نجيب طبعا اللي بيشتغل بالمحددات. هذا لو كانت 3x3. طيب وش ممكن نحلها أيضا؟ ممكن نحلها بالمصفوفات. هذا طبعا هذه المعادلات لو رتبتها أنت، لو وصلت بالنسبة لهذه المعادلات، المعادلة الأولى تمثل هذه، المعادلة الثانية تمثل هذه، لو تلاحظون المعادلة الثالثة تمثل هذه. طيب بالماثلاب كيف نحلها؟ أنت لو بالرياضيات يقول لك V1 و V2 و V3 كمصفوفة من ثلاثة صفوف وعمود واحد تساوي معكوس المصفوفة المعاملات مضروب في مصفوفة النواتج بعد ما تود علمي. طيب كيف الماثلاب أشتغل؟ ناظر، أعرف الماثلاب مصفوفة المعاملات سمها أي أو أي متغير، وحطها كذا بين قوسين كذا مربعين، حط الصف الأول الرقم الأول، فراغ الرقم الثاني، فراغ الرقم الثالث، بعدين منقوطة هذا بالماثلاب فاصل منقوط، بعدين الصف الثاني معامل الأول، الثاني الثالث، بعدين منقوطة راح الصف الثالث، هذه المعادلة الثالثة، معامل الأول في 1، معامل الثاني، معامل الثالث، صك القوس المربع بعدين منقوطة، بعدين روح عرف صفوفة النواتج وش كانت؟ كانت تساوي ناقص 11 و3 و25 فاصلة منقوطة، بعدين قل له بي اللي في 1 وفي 2 وفي 3 هذه بي تمثل بي المتغيرات حقتك، تساوي معكوس الاي معاملة الاي اللي هي هذه مضروب في معاملة النواتج اللي هي هذا القانون زي ما اخذنا بالرياضيات. طبعا ليش انا علمتكم ماثلاب؟ لكن ممكن تحل معادلات فيها اربع معادلات اربع مجاهيل، خمس معادلات بخمس مجاهيل، ست معادلات ست مجاهيل، بالاخير تحتاج الماثلاب، تطبيق الماثلاب يحلها لك، جاب لك هذه وش يمثل يا شباب؟ هذه مثل V1، هذه مثل V2، هذه مثل V3. بهالطريقة جبت V1 و V2 و V3، واضحة؟ لو كان أربع معادلات أربع مجاهيل نفس الشيء، لو كانت كومبلكس نمبر زي ما بنشوف شابتر 10 بالاي سي سيركت، نفس الماثلاب يساعدني بحل الكومبلكس نمبر، بحلها لي بطريقة سهلة بالماثلاب. الماثلاب طبعا سوفت وير ينزل على الويندوز وينزل على الماك، تقدر تستخدم الحل الرياضيات، يفيدك بالرياضيات بشكل عام ويفيدك بالهندسة الكهربائية بشكل عام في مواد كثيرة. طيب هذا بالنسبة لإيش سيركت أناليسز، يوز نود أناليسز 3 نود، والآلة اللي معكم تحل 3 نود بالاختبار، ممكن أجيب لك 3 نود تقدر تحلها بالآلة اللي عندك بعد ما تعرف المصفوفة، واضحة؟ طيب هنا أي وريك طريقة أخرى حلها من الماثلاب، بس الطريقة الأولى أسهل، هذا البراكتس. أنا أرى كم نود عندك، عندك نود الأول، نود الثاني، نود الثالث، طبق وجب الحل. يبغى يقول for the circuit compute the voltage across each current source، يبغى الفولتج اللي هنا والفولتج اللي هنا، سمى في 3 أمبير وفي 2.7 أمبير. طبعا هذه لازم تحتاج المعادلة ذي، فسم هذه مثلا V1 V2 V3، V1 هي نفسها الفي 3 أمبير وفي 3 هي نفسها الرقم الثاني، جرب تحلها بالماتريكس وعلمنا وش يطلع معك أو بالآلة اللي معك. المسألة دي لاحظوا نود أناليسز، نعم نود أناليسز يفضلين فيها كارنت سورس، دائما إذا كارنت سورس كثير نفضل النود أناليسز، إذا الفولتج نود كثير الفولت سورس كثير نفضل مش أناليسز، بس هذه النود أناليسز أسهل شيء. كم عندي بالنود؟ عندي هذه نود، هذه نود، وهذه نود، وهذه نود، لا هذه نفس الريفرنس. إذا كم عندي من نود يا أخوان؟ عندي فقط 2 نود، فقط 2 نود، وهذه ريفرنس، يعني بيطلع لي معادلتين مجهولين. ولكن وش الجديد؟ الجديد عندي بالمعادلتين بيطلع عندي كومبلكس نمبر، كم قيمته؟ 3 I1. أها أنا المعادلات حقت النود بتطلع لي معادلة فيها V1 ومعادلة فيها V2، بس بيظهر لي مجهول اسمه 3 I1. كيف أتخلص من 3 I1 هذا؟ أنا بدي المعادلات V1 وV2. طيب وين I1؟ I1 مو بهنا؟ نعم مو بالفولتج اللي هنا اسمه V1 وهذا الأرضي؟ طيب هذا الريفرنس مو V1 ناقص زيرو، هذا الريفرنس زيرو، فولتج زيرو على 2 اوم يطلع لي I1. اذا ابشيل I1 بحط بداله V1 على 2، وبالتالي المعادلات ما يصير عندي الا V1 و V2، احلها معادلتين مجهولين بطريقة سهلة واجيب V1 و V2، وبالتالي طبق لك الكيرشوف كارنت لو، هنا فيها مجهول I1. انا كيف الغي I1؟ I1 يساوي زي ما قلنا V1
على 2 في 1 ناقص 0 الأرضي على 2، واضح؟ إذا دائما في الديبندنت ألغي الديبندنت، ألغي الديبندنت وأجيب بداله إيش؟ دلالة المعادلات في 1 وفي 2، بعدين أرتبها عشان أحلها بالمصفوفة، رتبتها أو أحلها بالأداة، هذا معامل في 1، هذا معامل في 2، هذا الثابت، هذا معامل في 1 الثاني، ممكن ألغي واحدة من العناصر وأجيبها، بعد ما أخلص أجيب في 1 وفي 2، الآن أي شيء يبيه في الدائرة، أي شيء يبغاه، يبغى باور، لو قال لي أحسب الباور هنا، أجيب الـ V هنا وأضربها بـ 15 أمبير، IVV. لو يبغى الباور في هذا طبعا 3 اي 1 انا جبت اي 1 كيف جبته؟ بعد ما اجيب في 1 اقسم على 2 يطلع اي 1 واضربه هنا 5 اي 1 او ما ادري هذا متغير او 3 اي 1 بيطلع التيار. وهذا الفولت وشو؟ هذا اسمه في اكس او اسف في 2، نفس في 2 تساوي في اكس، لان على فكره ترى هذا في 2 وهذا الارضي، ففي اكس يساوي في 2. العموم أضرب الـ V2 ضرب التيار هذا يطلع الباور حق هذا. هنا أجيب التيار هذا اللي هو V2 على 3 أوم، I تربيع في R يطلع الباور هنا، هنا I1 تربيع في 2 يطلع الباور هنا، وأحسب الباور اللي observed مع الباور جنريت، مفروض مجموعهم يساوي 0 أو الجنريت يساوي observed. يعني ممكن يطلب أي شيء على فكرة، بس أنا بديت بالنود أناليسيس بالإكويشنز، واضحة؟ نفس الفكرة تقدر تحل هذه، هذا البراكتس أخلي لكم تحلونه نفس الطريقة. اللهم هنا V2 V1 هنا اسمه A، الكرنت هنا اسمه A، ومعطيك A وش يساوي؟ قال A مرة يساوي 2 I1 مرة A يساوي 2 V1. I1 أنا عارفه، I1 وينه؟ I1 هنا. وش يساوي I1 يا شباب؟ أها هنا ما يساوي V1 على 2، هنا يساوي V1 ناقص V2 على 1 أوم، هذا V1، هذا الـ A هو I1 مضربه باثنين. طيب وش لما نجيب اثنين V1، وين V1؟ خلاص V1 هذا ما احتاج اغير، لان يعني المعادلات بدلالة V1 وV2 حلوها، وحاولوا تطلعون النواتج هذه، واللي ما يعرف يرجع لي انا مستعد اساعده في الحل. اذا اختصار النود اناليسز، نحسب عدد النود، نختار واحدة ريفرنس، والريفرنس عادة تكون نود اللي فيها إليمنت مشبوك كثير، يعني هنا اختار الريفرنس هنا مشبوك هذا العنصر وهذا العنصر وهذا العنصر، تمام؟ وبعدين نبدأ نسوي كيرشف كرنت لو على كل نود، على كل نود بيطلع لي عدد معادلات رتبها وبعدد المجاهيل. لو كان في ديبندنت وش نسوي؟ نحاول نلغي الديبندنت النونز بدلالة النود فولتج في 1 وفي 2 وفي 3، واضحة؟ عن طريق تطبيق قانون أوم. طيب ما هو السوبر نود؟ ما هو السوبر نود؟ أنا بعلمكم وش معنى السوبر نود. شوفوا يا شباب في النود أناليسز زي هذا المثال، كم عندك من نود؟ عندك ريفرنس، عندك في 1، عندك في 2، عندك في 3. طيب وش الجديد عندي في هذا المثال؟ أبى أقول لكم وش الجديد مقارنة بالمثال السابق. هنا عندي فولتد سورس ما عندي مشكلة فيه، فولتد سورس ما عندي مشكلة فيه، فولتد سورس طبعا كون نيجاتيف اكس وخليه بوزيتيف ما عندي مشكلة، لكن مشكلتي في هذا الفولتد سورس. الآن الفولتد سورس هذا يا شباب مشكلتي معه ايش؟ أبى أقول لكم وش المشكلة. المشكلة في هذا الفولتد سورس لما أجي أطبق كيرشف كرنت لو زي ما تعودنا، بضطر في هذه النقطة اني احسب التيار اللي هنا عشان يكون التيار الخارج يساوي التيار الداخل، وهذه مشكله. انت التيار اللي هنا ما تقدر تجيبه، ليه؟ لانك لو جبته بدلاله في 2 وفي 1، طيب تقسيم ايش؟ مو بزي التيار اللي مر في الأربعة اوم هذا، ليش؟ لان التيار اللي مر في الأربعة اوم اقول في 1 ناقص في 3 على 4 يطلع التيار هذا، لكن هنا كيف تعرف التيار هذا؟ هذه مشكله، هذه مشكلة. حتى لما تجي تدرس في 3 كيف تعرف التيار اللي هنا رايح؟ هذه مشكلة. طيب ما الحل؟ أقول لكم الحل بكل بساطة، هذه نظل النقطة هذه اللي بين في اللي عليها الفولتد سورس ونسميها سوبر نود. طيب كيف أدرس الكيرشوف كرنت لو في كل نود؟ هنا يقول لك النود الأولى ما هي سوبر عادية، ادرس كيرشوف كرنت لو على النود هذه، كم فيها من عنصر دي؟ فيها تيار، تيارين، ثلاثة، أربعة، طلع معادلة. الحمد لله طلعت معادلة بدلالة V1 وبدلالة V1 ناقص V3 على 4 التيار هنا، وهنا
V1 ناقص V2 على 3 أوم، وهذا التيار الداخل وهذا التيار الداخل، تطلع لك المعادلة الأولى فيها V1 وV2 وV3 رتبها وكلش تمام. لكن لا تطبق كيرشوف كرنت لو على V2 لوحدها، ولا تطبق كيرشوف كرنت لو على V3 لوحدها. وش نسوي يا شباب؟ نطبق السوبر نود على V2 مع V3 مع بعض في معادلة واحدة. طيب شو أسوي؟ كم عنصر مشبوك عندك؟ العنصر هذا تيار خارج اسمه V2 ناقص 0 على المقاومة 1 أوم، عندك التيار هذا خارج V2 ناقص V1 على 3 أوم، عندك التيار هذا خارج اللي فوق، إذا انتهيت من V2. طيب وش أسوي؟ كمل نفس المعادلة نفس الشيء، كمل رح شف التيار هنا V3 ناقص 0 على 5، شف التيار هنا خارج، هذا لا تدرسه. أي شيء على السوبر نود اللي فولتج ما له داعي تدرس التيار اللي هنا. ليش؟ لأنك لو افترضته خارج من النقطة هنا يعتبر داخل على النقطة ذي فيكنسل، ولذلك التيار هذا اللي مشكلته مشكلة ما راح أحتاجه، بحتاج التيار اللي فوق هنا. إذا عندك التيار هذا التيار هذا التيار اللي فوق وتخلص، تطبق السوبر نود على النقطتين مع بعض. طيب كم صار عندك معادلة؟ صار عندك معادلتين. كم في مجهول؟ في 3 مجاهيل. كيف أحل معادلتين من 3 مجاهيل؟ هذه صعبة بالرياضيات، ما أقدر أحلها وأجيب قيمة أحادية لـ V1 وV2 وV3. طيب من الحل بقي لك معادلة، منين تجيب المعادلة المفقودة؟ المعادلة المفقودة جبها من السوبر نود، الله يسعدك. الآن البوزيتيف وين؟ البوزيتيف على V3، النيجاتيف وين؟ على V2. إذن أقدر أقول معادلة V3 ناقص V2 هذا الفولتج ناقص هذا الفولتج يساوي هذا الفولتج اللي هو 22 فولت. إذن هذه المعادلة الثالثة المفقودة. إذن رتب المعادلات، يطلع لي 3 معادلات 3 مجاهيل أحلها، أجيب V1 وV2 وV3. طبعا هنا V1 معامله 0 لا تنسى، وV2 معامله ناقص 1، وV3 معامله 1، ولكن من السوبر نود أجيب المعادلة دي المفقودة، وطبق الكي سي ال على السوبر نود مع بعض يطلع المعادلة واحدة، وطبقها هنا يطلع المعادلة الثانية، يصير عندي 3 معادلات 3 مجاهيل. شوفها هنا الله يسعدك الله يسعدك، شوفها هنا انا نوريك الان. شوف طبق السوبر، شوف هنا التيارات طبقها على ايش؟ على السوبر نود هذا في 3 اشياء، هذا في 3 اشياء. طيب لهنا أدرسه؟ لا هنا ما تدرسه. حتى انتبه في الاختبار اللي جبنا ذاك اليوم، لو في مقاومة بين السوبر نود ما تدرس التيار على المقاومة دي، لأنه التيار اللي خارج من هنا هو داخل من هنا، واضح؟ اللي بين السوبر نود ما تدرس النود الأول هذا وهذا وهذا مع هذا وهذا وهذا بنفس المعادلة، تدرس السوبر نود مع بعض في معادلة واحدة، لأن التيارات الداخلة على نقطتين يساوي التيارات الخارجة من النقطتين. أنا ما خالفت قانون كيرشوف كرنت لو، واضحة؟ يا رب تكون واضحة. هذا فكرة السوبر نود ببساطة. طبق السوبر نود على الـ V1، قلت لك V1 ما عندي مشكلة فيها. V2 وV3 طبقنا معادلة واحدة مع بعض، 2 مع 3. شفنا جميع التيارات الداخلة مع 2 مع 3، شفنا جميع المقاومات المشبوك على 2 وعلى 3 مع بعض. شف هذه شيء مشبوك على 3 شيء مشبوك على 2، جبنا معادلة واحدة. ولكن المعادلة المفقودة منين أجيبها؟ أجيبها من السوبر نود. وش قلنا قبل ما تو؟ قلنا V2 ناقص V3 يساوي ماينس، أو V3 ناقص V2 يساوي بلس 22. واضح؟ هذا السوبر نود، أرتبها وحلها وأجيب V1 وV2 وV3. هذه نفس الفكرة، عندي نقطة هنا سماها V1، عندي نقطة هنا سماها V2، عندي ريفرنس هذه. طيب ما في سوبر نود فولتج هنا إلا، طيب وشو؟ هنا الزائد جنب V1، فإذا V1 ناقص V2 يساوي 5 فولت. هذه معادلة حقت السوبر نود، الحمد لله. أطبق الآن كيرشوف كرنت لو وين؟ على V2 لوحدها؟ لا. على V1 لوحدها؟ لا. لازم أطبق على V1 مع V2. طيب هل أطبق التيار هنا؟ لا. ليش ما أطبق على المقاومة ذي؟ لأن التيار لو افترضته داخل على النقطة ذي هو خارج من النقطة فيكنسل بعضها. إذا ما أدرس التيار لا هنا ولا هنا، أدرس التيار هنا وهنا وهنا وهنا، واضح؟ وحلها واجيب القيم هذه، حلوها وتأكدوا من حلكم، واضح؟ طبعا ترى ممكن V1 يطلع بالسالب أو V2 يطلع بالسالب عادي، معناته الفولتج معكوس، معناته الأرضي أعلى من V1 لو كان بالسالب، واضح؟ وبالتالي أقدر أجيب الكرنت وأجيب كل المتغيرات. هذا السوبر نود، هذا السوبر نود، الله يسعدكم. سامري للسوبر نود، ممكن تقرأ وتنفذه.
طيب هذه المسألة فيها فكرة؟ نعم فيها سوبر نود. وين السوبر نود؟ السوبر نود بين V1 وبين الريفرنس. طبعا هنا اخترنا الريفرنس هو اللي في النص دي، مو لازم اختار الريفرنس أسفل، اخترت الريفرنس اللي هنا. فعندي كم نقطة؟ عندي V1 V2 V3 V4. طيب عندي هذه فولتد سورس، إذا لازم يكون سوبر نود. هذا فولتد سورس لازم يكون سوبر نود. بس انتبه الخدعة هنا، هنا في أول شيء ديبندنت، هذا أول شيء. ثاني شيء عندي سوبر نود اندبندنت ولكن بي في 1 والأرضي. طيب وش أسوي يا أستاذ؟ ثاني في 1 والأرضي، مو بي في 1 وفي 2. طيب بسيطة، في 1 والأرضي كأني أقول لك إن في 1 هنا تساوي، ما أقول في 1 ناقص 0 تساوي ناقص 12. ليش قلت ناقص 12 يا شباب؟ فولتج، لأنه الناقص موجود عند ال V1 فصارت ناقص 12 لأن الأرضي هو البوزيتيف. هذه المعادلة كأني حليت V1، خلاص ما احتاج V1 أبدا. لا تطبق كيرشوف كرنت لو هنا لأن V1 محلولة، طبق كيرشوف فولتج كيرشوف كرنت لو على V2، طبق كيرشوف لو على V3. ما أقدر، ليش ما أقدر في 3؟ لأن عندي فولتج سورس هنا. إذا نطبق على V3 وفي 4 مع بعض، ليش؟ هذه سوبر نود، سوبر نود. إذا هذه معادلة حقت في 2 تبي تجيني كم عندك من عنصر؟ 1 2 3 فيها ثلاثة أطراف. شوفها هنا، أنا طبق كيرشوف كارنت لو. طبعا هذه اللي قلت لك هذه الحل حق V1 لأن سوبر نود على طول موجود. هذه الحل حق V2، V2 لو تلاحظ V2 كم عندك من عنصر؟ V2 ناقص V1 على نص أوم. طبعا V1 أعوضه بإيش؟ بسالب 12، يصير إيش؟ V2 سالب سالب 12 زائد 12، فمين مشكلة. بعدين إيش؟ V2 سالب V3، إذا المعادلة دي ما يطلع فيها إلا V2 وV3، V1 بيلغى من هنا. واضح؟ أرتبها الحمد لله. نطبق الآن بعد ما نخلص من النود V2، ما أقدر أطبقها على V3 لوحدها، ما أقدر أطبقها على V4 لوحدها. ليش؟ لأنه هنا في فولتد سورس. أطبق سوبر نود على 3 و4 مع بعض، طبق السوبر نود ولكن ظهر له متغير اسمه ايش؟ اسمه في اكس. وش اسوي في اكس؟ اروح اشوف الدائره، اشوف الدائره وين في اكس يا شباب، وين في اكس موجود؟ خلينا نمسح مساحه. اها في اكس موجود، الله يسعدكم، موجود على المقام النص اوم. طيب كم يساوي في اكس؟ والله الفي اكس يساوي النقطه دي بالزائد والنقطه دي بالسالب. اذا في اكس تساوي في 2 ناقص V1. طيب V1 كم تساوي؟ تساوي سالب 12. إذن في X تساوي V2 موجب 12، يعني سالب سالب. إذن أشيل في X وحط بدالها V2 موجب 12 وعوض هنا ورتب وطلع أطلع. طبعا لا تنسى هنا الفولتج، معادلة الفولتج عندك V3 ناقص V4 تساوي 0.2 في X، أشيل في X وأعوض بدالها القيمة حقتها، وبالتالي رتب المعادلات يطلع عندي هذه المصفوفة. كم معادلة كم مجهول؟ الله يسعدكم، أربع معادلات أربع مجاهيل. أحلها بالماثلاب أو بالآلة اللي في الجوال، ممكن يجيب لك V1 وV2 وV3 وV4. طبعا V1 هم جبناه من الأول ناقص 12، طبعا إيش معنى ناقص؟ معناتها V1 أقل من الأرضي بناقص 12، V2 أقل من الأرضي بأربعة، يعني النقطة هذه أعلى من النقطة ذي بـ 12، النقطة ذي أعلى من النقطة دي بربع فولتج. شوف هنا في 3 0، وين في 3؟ هذه بالنسبة للأرض 0، معناته الكرنت اللي هنا صفر. واضح؟ طلعنا 0 هنا، الكرنت اللي هنا لو قال كم الباور هنا بقول 0. ليش؟ الفولتج 0. في طبعا طلعت بالحساب في 4 طلع ماينس 2، حلها والحمد لله. تقدر تعيد حل المسألة دي، طبعا جاب لك مسألة ثانية للبراكتس هذا، تقدر تحله وتأكد من الأرقام إذا أنت فاهم صح. ما عرفته أرجع وأقول لكم ارجعوا لي أشرح لكم إياه. ننتقل لجزئية أخرى اللي هي المش أناليسيس. المش الآن بدل ما نطبق نود فولتج على كل نود، نطبق نشوف نفترض لوب، نفترض تيارات I1 I2 I3 على كل لوب، ونطبق كيرشوف فولتج لو بدل ما نطبق كيرشوف كارنت لو. كيف؟ بكل بساطة، هنا تفرض تيار اسمه I1 وتيار اسمه I2 مع عقارب الساعة بداية، وإذا طلع بالناقص ما تعكس. طيب وتطبق هنا
كيرشف فولتج لو جمع فولتج طبق كيرشف فولتج لو هنا راح يطلع عندك معادلتين مجهولين تحلها وتجيب اي 1 واي 2. شف في الكير في المش نبحث عن اي 1 واي 2, في النود نبحث عن في 1 وفي 2 او في 3 او في 4 حسب عدد النود, هنا حسب عدد اللوب والمش. واضح؟ اتوقع سهله. خلنا ناخذ مثال, بالمثال يتضح المقال. هذا المثال عندك, خلنا بفترض هنا اي 1 وهنا اي 2 زي ما هو مكتوب عندك هنا. الان بطبق وشو على بطبق كيرشوف فولتج لو على اللوب الاول, بطبق كيرشوف فولتج لو على اللوب الثاني, بيطلع لي معادلتين مجهولين فيها اي 1 واي 2. طب شلون نجمع فولتات؟ تعال طبق الفولتج هنا, هنا ناقص زايد كم قيمته؟ ناقص 5 حطيناه, اذا ناقص زايد حطه بالسالب. طيب هنا الفولتج لما يجي اي 1 هنا كيف احسب الفولتج ل 4 اوم القانون اوم؟ اي 1 ضرب 4, اذا 4 اي 1. طيب ليش حطه بالزايد وهذا بالسالب؟ هنا ناقص زايد هنا زائد ناقص, التيار جاي من اليسار لليمين. طيب الفولتج اللي هنا كم قيمته؟ زايد ناقص حطه بالزايد, لكن التيار هنا جاي اي 1 وجاي هنا من تحت لفوق اي 2, اذا ايش بقول؟ بقول 2 اوم ضرب التيار اي 1 ناقص اي 2, لان هنا اي 1 لان مشترك 2 اوم بين اي 1 وبين اي 2, فبقول 2 اي 1 ناقص اي 2. لو تلاحظ هذا عبارة عن فولتج لأنه عبارة عن أومز في تيار, وهذا فولتج وين هذا ناقص زايد 2 فولت حطها بالناقص. رتب المعادلة وجاب شيء بدلالة V1 I1 وشيء بدلالة I2 وحل المعادلتين. هذا ترتيب المعادلات, جاب I1 طلع هذا القيمة و I2 طلع بالسالب. لما يطلع I2 بالسالب وش معناته؟ معناته الفرضية حقتك هذه ترى التيار حقيقة هو جاي بهذا الاتجاه وليس زي ما فرضته أنت, هذا معنى السالب. مع التيار على 2 أوم بيجي من فوق لتحت بيجينا من فوق لتحت, معنى تجمع إيش الكمية الموجبة هنا وكمية موجبة هنا عشان تحسب الفقد الجهد اللي على 2 أوم أو الباور اللي على 2 أوم اللي بالنص. كذا جبنا I1 و I2, نقدر نحل البراكتس هذا ونسويه, نجيب القيم نتأكد من القيم. طيب ما الجديد هنا يا شباب؟ الجديد هنا عندك يا الله يسعدكم عندك 3 لوب, وش بيزيد علي؟ بيزيد عندي 3 معادلات بثلاث مجاهيل. انا اطبق وش اطبق هنا؟ اطبق كيرشوف فولتج لو, اطبق كيرشوف فولتج لو, اطبق كيرشوف فولتج لو, وحلها واجيب اي 1 واي 2 واي 3 بالاله او بالمصفوفه, وبكل سهوله طبقنا المش وحليناها. هنا ايضا نفس الفكره, تقدر تطبق المش وتجيب اي 1. طبعا الفكره لما يسمي لك اسماء معينه التزم بالاسماء, لما يعطيك لما ما يعطيك خيار انت سم اي 1 اي 2 اي 3 اي 4, لكن لما يسمي اسماء اي اي سم اي 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 بي اي سي اللي تبي. طيب هنا وش الجديد علي؟ هنا في ديبندنت سورس, لما يكون في ديبندنت سورس تطلع المعادله فيها قيمه هالديبندنت سورس 4 اي 1. طيب اي 1 موجود هنا خلاص الحمد لله ما احتاج غيره, لكن لو مكتوب 4 في اكس شو اسوي؟ لازم اشيل في اكس واجيبها بدلاله اي 1 واي 2. واضح الفكره؟ لو كان كذا واحلها واجيب القيم زي هنا, شفت هذا يعتمد على الفولتج. طيب انا لما اجيب فولتج كرنت لو هنا على اي 1 فولتج ايش كورش فولتج لو هنا اي 2 شو اسوي؟ بيطلع لي قيمه اسمها 2 في اكس. طيب كيف الغي 2 في اكس؟ يلا ناظروا انتم علموني كيف تلغون 2 في اكس, لان ابغى المعادلات كلها بدلاله اي 1 واي 2, ما ابغى شيء اسمه في اكس, فانا مضطر اشوف في اكس وشلون اسوي في الفي اكس عشان الغيه. الفي اكس وين مكانه؟ الفي اكس موجود على الأربعة اوم. طيب الأربعة اوم وش التيارات اللي جايه؟ هنا زايد وهنا ناقص اسمها في اكس. الفي اكس ما تساوي لو قلت طبعا هنا اي ترى هنا مسميه اي 2 وهنا مسميه اي 1, ما تساوي طبعا ليش برتبط بالزايد؟ ما تساوي اي 2 اللي جاي من فوق ناقص اي 1 في الاربعه اوم, اذا في اكس تساوي 4 اوم ضرب التيار اللي هو اي اللي جاي من فوق 2 ناقص اي 1, واشيلها واحطها بدلاله اي 1 واي 2, اذا الغي الفي اكس واحطها بدلاله اي 1 واي 2, واقدر احل المعادلات واجيب اي 1 واي 2, واقدر اجيب اي اكس, وبالتالي احل المعادله. نفس الفكرة هنا براكتس, الله يسعدكم, أترككم تحلونه وتحققوا من القيم هذه. واضح؟ تراها سهلة جدا ويساعدكم في فهم النود أناليسيس. طيب هل لازم تكون معادلتين مجهولين؟ لا, ممكن تكون ثلاث معادلات أربعة, استخدم ماتلاب لو كانت المعادلات كثيرة.
بس بدلالة الـ I1 والـ I2. طيب نجي نشوف زي ما شفنا السوبر نود, شوف السوبر مش, وش مشكلة السوبر مش؟ أقول لكم وش المشكلة, أقول لكم وش الإشكالية. شوفوا المسألة اللي قدامكم الآن, I1 I2 I3. أنا هنا متعود أشوف فولتد سورس في المش عادي, أقول ناقص 7, بعدين أبدأ أقول I1 ناقص I2 في 1. المشكلة كيف أحسب الفولتج اللي على الكرنت سورس؟ هذا مشكلة. ما أعرف, أعرف التيار 7 أمبير بس الفولتج ما أعرفه, فكيف أطبق كيرشوف فولتج لو على اللوب كامل؟ إذا في ورطة هنا, في مشكلة هنا. وش المشكلة؟ الله يسعدكم, المشكلة إنه الفولتج اللي على السبعة, الفولتج اللي على السبعة هنا زائد ناقص, أنا ما أقدر أجيبه من اللوب ذي. وش يساوي؟ هذا 7 أمبير مو 7 فولت. طيب وش أسوي؟ وش الحل؟ الحل سو سوبر نود, الله يسعد, آسف سوبر مش. الآن سؤال, مشكلتك وين؟ مشكلتك بالمش في الكرنت سورس. طيب الكرنت سورس موجود بين أي لوب وأي لوب؟ جاوبوني, بين اللوب الأول, اللوب الأول واللوب الثالث. سو سوبر مش بين إيش وإيش؟ مش بين 1 و3. يعني ادرس الفولتج هنا وادرس الفولتج هنا وفولتج هنا, لا تجي هنا تحت, لا راح كمل على 3. لا تجي هذا الجزء, لا تجي ابدا لانك ما تعرف الفولتج اللي هنا. فسويت سوبر مش بين 1 و3, هذه يعطيك معادله واحده. طيب احتاج معادلتين, المعادله الثانيه جبها من اي 2. طيب باقي معادله ثالثه, معادله ثالثه منين نجيب؟ الله يسعدكم, جيبها من الكرنت سورس هذا اللي موجود بين السوبر مش. الان بسالكم سؤال, الان مو باي 1 جاي هنا, مو باي 3 جاي عكسه. طيب مو باي 1 ناقص اي 3 يساوي اي التيار هذا اللي جاي, اذا اي 1 ناقص اي 3 يساوي 7 امبير اللي هو التيار هذا اي 1. فاذا هذه المعادله المفقوده عندي, صار عندي ثلاث معادلات, ثلاث مجاهيل احلها واجيب اي 1 واي 2 اي 3. واضحه؟ إذا أنا هنا في السوبر مش يصير عندي كرنت سورس أتجاوزه عن طريق إيش؟ ما أمر خلاله لما أدرس الكيرشوف فولتج لو, لأن الكيرشوف فولتج لو أبلاي على أي لوب مغلقة, مو لازم تمر من هنا, مر من فوق لتحت, روح يمين وكمل هنا. واضحة؟ إذا هنا طبقت السوبر مش, هذا السوبر مش, شفت؟ شرح لك إياه هنا حتى تحت, وراك بالأحمر وجاب لك هذا قانون السوبر مش, اي 1 ناقص اي يساوي 7, وهذا طبق على السوبر مش 1 و 3 المعادله ذي, النود 1 و 3, النود 1 و 3 جاب المعادله ذي, وبعدين طبق هنا وجاب المعادله الثانيه. صار عندك ثلاث معادلات, ثلاث مجاهيل حلها مع بعض. نفس الفكره هنا, عندك سوبر مش بين 1 وهذا 2 وهذا 3, يعني هنا كرنت سورس, هذا سوبر مش. طيب هذا وش الجديد؟ نفس الشيء سوبر مش, بس اللهم فيها ديبندنت. وش اسم الديبندنت؟ في اكس. وينك يا في اكس؟ نشوف, او في اكس نعم, وينك يا في اكس؟ في اكس موجود بين ويش ويش؟ موجود على 3 اوم, هنا الزائد وهنا ناقص, صح؟ طيب كيف اجيب الفي اكس؟ الفي اكس مهوب اي 3 جاي من هنا لهنا, لو امشي اللوب ذي, مو باي 2 جاي عكسه. اذا اي 3 ناقص اي 2 ضرب ضرب المقاومه ذي يطلع الفي اكس. اذا بشيل في اكس وبعوضه بدلاله اي 3 واي 2, وبالتالي يروح عندي المجهول الجديد اللي اسمه في اكس, واسمه ما ادري اي 1 واي 2 واي 3, وفيها سوبر سوبر ايش؟ سوبر مش. اجيب اي 1 مع اي 3 معادله واحده, اجيب اي 2 معادله ثانيه, اجيب اقول له ان اي 3 ناقص اي 1 يساوي 9 في اكس, واشيل في اكس واقول في اكس تساوي 3 باي 3 ناقص اي 2, وبالتالي حليتها بالسوبر مش وانتهينا. هذه وش الفكره؟ الفكره كم عندك من لوب؟ عندك شوفوا, عندك هنا برسمها لكم بخليكم تحلون انتم. عندك هذا اي 1 كاتب لك اي 1, عندك هذا اي 2, وعندك هذا اي 3, ثلاثة لوب. ولكن في عندي هنا مشكلة, اسف هذا مو اسف هذا مو مشكلة, هذا فولتج. انا عندي مشكلة في الكرنت, انا دائما في المش عندي مشكلة في الكرنت.
هذا الكرنت يخلي الاي 2 والاي 3 سوبر مش. لا تدرس اي 2 بالحاله ولا اي 3 بالحاله، ادرس اللوب الكبيره دي، وبالتالي يطلع عندك معادله واحده حقت السوبر مش حقت 2 و 3. طيب كيف اجيب المعادله المفقوده؟ المعادله المفقوده اللي هي حقت السوبر مش، حقت السوبر مش انا اقول لكم، مو بهذا هو اي 2، مو بهذا هو الاي 3. اذا اي 3 ناقص اي 2 يساوي القيمه دي اللي هي 15 اي 1. والحمد لله اي 1 ما احتاج ابدله لانه عندي هنا اي 1، لو قال في اكس لازم اعوضه، لازم اجيبه دلاله الاي 1 ولا فهمتوا؟ اذا ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل احلها واطلع المطلوب. المطلوب هنا وش هو؟ في 3. وين في 3؟ اللي هي هذا الفولتج. طيب كيف اجيب في 3؟ في 3 مو بهذا اي 3، اي 3 ضرب المقاومة ذي 40 اوم يطلع في 3. اذا انا حليتها بالاي 1 واي 2 واي 3، بس اني بعد ذلك جبت الفولتج اللي هو يبغاه. حليتها باي طريقة يا شباب؟ بالسوبر مش، بالسوبر مش. واضحة؟ كذا نكون غطينا شابتر 4. اللي بقول لك اياه دائما بالمش ولا بالنود، كيف تحل مش او تحل نود؟ يقول لك اذا شفت الفولتج كثير في الدائرة يفضل تستخدم المش اناليسيس عشان الفولتج ما يسبب إشكالية ولا يكون عندك سوبر مش كثير. اذا شفت كرنت سورس كثير استخدم النود اناليسيس عشان ما يصير عندك سوبر نود كثيرة وتطول. لكن استخدمت هذه او هذه كلها مفروض توصلك للإجابة الصحيحة. اتمنى انكم فهمتوا والله يوفقكم. شكرا للجميع.